الله يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. كيف أمورك؟ الحمد لله. يعني أنت أخت إلنا من الطائفة المسيحية. أهلا وسهلا فيك. عمالة تنتظري الأذان. أنا صايمة بستنى الأذان. صايمة. كيف معنوياتك بهي اللحظات؟ علي نذير اليوم اللي أرجع فيه لهون على النادي، اللي غايبة شهر ونص. نعم. اليوم اللي أرجع فيه على النادي لهون اليوم أجيت صايمة. أجيتي صايمة، ما شاء الله. شوف كيف اجت يعني الناس بانه الفطور هون اخرى، كنت بدي اصوم على ربي افطر. ما شاء الله، قالوا الفطور هون. ربنا يعطيك الصحة. الحمد لله. شو بتقولي للمسلمين المحتفلين طبعا اخوان الك من المسلمين؟ العام والجميع بخير، والبركة تحل بدور الناس ويعطي الناس الصحة والبركة والسلام لكل العالم. ان شاء الله. بركة. سرية. لكل العالم. وين حجي؟ سوريا. يقف القتال بسوريا. يقف الدم، شلال الدم. الدم منه. نعم. النار الحرب تنتهي. يعني أنت بتتألمي من الإشي اللي عمال يصير بسوريا. يا الله. يا الله. أذن أذن سوريا، أذن أذن أذن. طرحنا عليهم. في لك أهل هناك حجي؟ عسى كل عيالي. كل أهلك. كنت بسوريا أنت حجي؟ قعدت جمعة. وين بأي مدينة؟ والله احنا كنا بكمل النيرة. نعم. أما أجيت على حمص. حمص. حمص أجيت عليها هناك ابن عمتي. اللي بتشوفيه هناك عمال بيألم الإنسان. تقهر بشتكي انه اي التحم هذا اصغر شغليات هناك. نعم 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 نعم. الحمد لله. طيب يلا تفضلوا، اذن الخطيب تفضلوا. صحتين وعافيه وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير. يلا صحتين يا حاج.